اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر بالبتان. ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا سبطين يوم الفتى أوصى به الله في سر وإعلان. فهم صحابة خير الخلق خصامهم رب العباد. فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. Thank you.
Ini Tuhan.